غانم سيداسي ابو غانم شبكو؟ ابو غانم ما في ابو غانم بهالضيعه. لك ايه عرفته. مين هو؟ لك هذا قصده عبود الطن. ايوه ايه اللي عبود الطن من الاول؟ عبود الطن؟ هيك اسمه عبود الطن؟ ايه عمي ايه، هذا ما حدا بيعرفه بهالضيعه غير بهالاسم، هذا اللي طنه بهالزمان. ايوه. وليش عم تضحكوا سيد راسي؟ ليكون حكينا شيء بضحك ما تاخذونا ها؟ لا عمي لا، نحن ما عم نضحك عليك. ايه سيدي، بتروح بهي الحارة. ايوه. بفوت بالحارة اللي على اليمين. ايه. بتلاقي في طنبر. ايه. قدام الطنبر في مصطبة. ايوه. هذا بيت عبود الطن. كتر خيركم سيد راسي. السلام عليكم. تفضل يا عمي صبر. خلينا ياكم. بالرجعة سيدي بالرجعة. اهلا وسهلا. يا الله. عبود الطن. السلام عليكم. السلام. اهلا يا ابن نجيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلونك سيدي؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. الله يسامحك. الله يسامحك يا ابو غانم على هالعمله. نطف قلبي يا رجل، نطف قلبي من الصبح وانا اقول لهم ابو غانم ابو غانم وما كان حدا يعرفك. يقول لي من اول انه اسمك عبود الطن. شو؟ مين قال لك انه اسمي عبود الطن؟ والله سالت اثنين شباب بالضيعه هون قاعدين على الدكه. قلت لهم ابو غانم، قالوا لي هذا اسمه عبود الطن. هدول اكيد ولاد عبطان، عليهم يا شباب. لك شو صار له هدول؟ الله يخرب بيتك، ضروري تحكي هالكلمة؟ لك شو حكينا سيد راسي، شو حكينا؟ لساتك واقف؟ هلأ بيمسحوا فيك السرامي، روح اهرب. وليه؟ اهرب يا فكيك. يلا يلا الله لا يوفقك يا ابن الحرام، علقت البلد ببعضها. الله لا يوفقك على الضيعة. الله لا يوفقك. شو قصتها أم خيرو؟ إي والله كانت ممسد أو طايرة من الفرح. شو صار لليوم؟ ما طلبت مني اني اقول لابو وضاح مشان ابو خيرو يجي يحكي معه. يا اما شافت شي ما عجبها من سميحه. يا الله والله سميحه ما فيها عين. بس انا من وقت فتت على الحمام اشتلقت عليها انه ما كانت على بعضها بنو. يعني بركي هالجماعه مختلفين بين بعضه. مالي غير ابعد ديبي الدقديس وتشوف لي شو القصة. ايه سيد راسي، حواليك شي حرمة هيك اتجوزها تكون يعني هيك من قريبه؟ بدك حرمة تتجوزها على سنة الله ورسوله، هي فهمناها. بس شلون يعني من قريبه؟ من قريبه سيد راسي يعني ما تكون طماعة، ما تكون نقاقة، ما تكون جحيخة صريفة تبعزق لي المصاري شي بطعمة وشي بلا طعمة. يعني بتعرف حضرتك نسوان مشكل ملون سيد راسي. والله يا أخ يمكن طلبك موجود عنا. شو قلت لي اسمك بلا صغرة؟ أبو إيش؟ أبو نجيب سيد راسي. أبو نجيب خود جيب والنعم. والله والله يا أخ أبو نجيب، عنا أختي أرملة وعندها ولد أخرس وبدنا نستر عليها على سنة الله ورسوله. يا سلام يا سلام، شو بدي أنا أحسن من هيك؟ أرملي بس والله ماني عارفان شو بدي لك. يعني الولد شو؟ لا عمي لا، الولد عمي بيضل عند اخواله. ها هذا الحكي. ايه سيد راسي، فينا نشوف البضاعة بمعيتها؟ والله يا ابن نجيب بدك تستنى معي لبعد العصر مشان يجي ابني محسن يستلم عني مشان اقدر اروح معك. ايه شو علي سيد راسي، مستنى شو في ورانا؟ بنستنى لبعد العصر. بس ما عندك شي بيلبستاني التاكل؟ شايفه ناشفة كأنه ما. والله في مشمشة بآخر هالأرض، قوم شوف إذا بتلاقي لك فيها كم حبة. يا سلام، شو بدي أحسن من هيك؟ بمعيتك، دري بالك على الحمارة، الله يخلي لنا إياه. الحمد لله رب العالمين. شوف حماد، شايف لك أبو رضا لساته مرتب وقاعد. تعال نشوفه. خير إن شاء الله. شو أبو رضا؟ مو ناوي تسكر اليوم؟ شو مالك بالعادة تمسك إلا خير؟ أبو نجيب أخذ الحمارة بعد بكرة الصبح ولهلا ما كان شيء. والله الشغل باري عليه خصوصي مو أخذ على هواتف. وين راح فيها ذاكرني؟ قال في جماعة قالوا له في حرمة أرملة ساكنة على أطراف الغوطة راح يشوفها. العمى بس ما يرجع بهالليل وياكلوا الضباع والديابة. سيدي ياكلوا ويضربوا لنا وأكلي، يمكن يروحوا فيها والله. يا لطيف يا لطيف، لك شوف على الشوفة، لك شو هاد؟ الله أكبر، لك شلون ما بيع من عليه هذا؟ لك إيه هذا اسمه حصان إبليس، حكالي عنه معلمي بالجزماتية.
يا سيدي البني آدم ما بيعجز عن شي بنوب. لك هلا هذا هو حصان إبليس اللي لا بياكل لا بيشرب. لك أبو الفقر شو بده ياكل بيشرب؟ ما كله حديد بحديد. والله عظيم معناتها أحسن من الدواب خادم ببلاش. ليش أنت مفكر مين ما كان بيقدر يركب عليه؟ ما شفته شلون أرزي عليها مثل أبو سعد؟ إي والله يا جماعة صرنا بآخر وقت. الله العليم الله العليم أيامي قربت. الله يجيرنا. الله أعلم. لك أخي إذا أبو نجيب بذات نفسه عم يقول إنه بده يتجوز ويمكن يعملها بكرة، ليش نحن لحتى ننتظر للأربعين؟ إيه؟ شو عليه؟ بعدين أخي من بعد إذنك يعني بدي أطلب منك شغلة. خير؟ من شان أم عبدو. شبه أم عبدو؟ من شان ما يصير مشاكل، بلا تجي أم عبدو لعنا على البيت بعد ما تجي المحروسة لعنا وكمان أم صفوان. من وقال لك إنه رح أخلي بنتي تسكن مع مرتك ببيت واحد؟ إلا لمرتك هي لا تحلم فيها بنوب. لك له لك اخي لا. اي والله ام صفوان بتحبكم وبتريدكم، ما بعرف ليش انتم متحططين عليها وظالمينها. لانه نحن ظلام، ومن شان هيك لانه نحن ظلام بدنا لبنتنا ببيت تسكن فيه لحالها. لك لا يا اخي لا. اي بكفي حرمتوها من بنتها، اي كمان بدكم تحرموها من ابنها وكنتها. اي بكفي اختك ام وضحت وعم تعمل فيها، يوم بتقول عنها بنت الدومري ويوم بتطلع بنتي ذكيه انه هبلها، ولا هي مخيره كمان. عدنان رح لبسك ملاي وقعدك بين النسوان، لسه فلانة وقلتانة؟ رح دور على بيت لأبدك تستكري. شوف شو بتكون جاهزوا، ونحن بجمع الزمان بتكون بدنا جاهزي. يعني هلا ما عندك غير الحكي؟ منين بدي لاقي بيت للكري هلا؟ يلي بدي لاقي بلاقي، وأنا اللي عندي حكيته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله خلينا مختار. أهلين أهلين وسهلين. أهلين سيد راشي. تفضل عمي تفضل، أنت ضيفنا. الله يخليك سيد راشي. خير يا مختار، ليش تأخرت؟ إن شاء الله ما في شيء. والله كنا بالهيالي علقانين أهل الضيعة مع بعض، وقعت ثلاث قتلة والدنيا قايمة قاعدة. يا لطيف. خير يا مختار، شو السبب؟ هذا جاي ضيف لعند عبود الطن الله يرحمه. عبود الطن ما غيره. ليش عبود الطن مات؟ إيه. انقتل اليوم بهالطوشة اللي صارت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه والله، وهالضيف لعنة الله عليه على كل أهل الضيعة مع بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ميت أهلا وسهلا يا جماعة، يا ميت أهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا على الميسور سيدي، شرفوا. لكان منكمل قصة الهيالة بعد ما متعشى. شرفوا يا جماعة. شرفوا سيدي. بس والله كتير هيك لك أبو حسين، مو كتير والله. ما عزيب حالك سيدي راسي، الله وكيله. لا يا عم، أنت ضيفنا. هذا واجب يا أبو نجيب، واجب يا صهر. الله يكبر وجهك سيد راسي، الله يكرمك. الايام جاي وان شاء الله منزورك بالشام، ووقتها منقول لك اكرمنا. ميت اهلا وسهلا، الله وكيلك سيد راسي. انتو بس احضروا، والله لا يحضر واجبكم. شو حكي؟ حريا يا اهل الضيعه حريا. مختار احترقت الدائره تبع البيك الله يرحمه. لك مرت الفايزه خانم جوا لحالها. لا حول ولا قوه الا بالله. قوموا يا جماعه قوموا. شلون على هاي العنات فيها أنا؟ لك شلون على لك أم نجيب؟ أسيدي تحرقوا استغفر الله. وين أكون؟ يا سلام يا سلام. نرحانا أبو نجيب أكل الطبع على طريق الخطى. يا نرحانا. يا لطيف شو الحكي يا مثل ما عم اقول لك يا تيسير، هيك كل اهل الحاره عم بيحكوا. مين هذا اللي عم يحكي هالحكي؟ كل الناس. لا اله الا الله. ابو نجيب راحت عليك يا ابو نجيب، والله راحت عليك. لا وعم بيقولوا مو ضبع واحد، سبع ضباع. سبع ضباع؟ اي والله هيك عم بيقولوا. يا لطيف يا اخوتي. وقال مو مخليين منه شيء، اكلينه بعظامه واواعيه. يا لطيف. سلاما قولا من الرب الرحيم. لك حتى حماره ابو رضا اكلينه. والله اشعر بدني كش بدني. مو معقول. وقال ابو نجيب مو بقيان منه غير طربوشه وسكه بس. اي والله على السيره نسيتيني، رح يحترقوا الاكلات. شو سعاد، ابوكي حكى شيء مع المختار عشان سميحه؟ لا وشكلهم ما رح يحكوا بنوب. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. اموره؟ ايه؟ تقبريني زكاتك كاسة مي باردة. ايه شو عليك؟ فكرة معينة. احكي لي شو صاير؟ يا ستي اجت ام صفوان لعنا وقعدت توشوشة لامي وتوشوشة،
ما بعرف شو قالت لها، بس أنا سمعت اسم سميحة ومن ساعتها أمي تغيرت. الله لا يوفقك يا صبحية. لك شو حاكي على البنت؟ بس لا تجي بيصير لحدا أنه أنا حكيت لك. لا اطمني، أنتي ما حكيتي شي. يا أهلين وسهلين. شو مخيرو؟ إمتى إن شاء الله رح تكتبوا الكتاب؟ والله هلأ أجلناها شوي. تفضلي خالد ديبي. لإمتى؟ لحتى الله يريد. يو؟ على علمي يعني كنتوا مستعجلين. أربع أطباق. أربع أطباق. أربع أطباق. الله أكبر. سخدت الأول. إيه. نفست الثاني. إيه. فتحت الثالث. إيه. أخذت الرابع. الله أكبر عليك. لكن عمي طبع هذا طبع مو قط مو بالسيف. طبع هاد لحاله بيعرف مين الرجال ومين الحريمة. ياما كنا بضايات وعم سلاح كمان. يا لطيف لهالدرجة. إيه لهالدرجة. شوف عيني الطبع بده قدامه قبضاي المحاضر وما يهاب الموت. أنا أبو صياح بدي أسألك سؤال. إذا في حالة بيطلع لك ضبع مثل أبو نجيب شو بتساوي؟ قال شو بتساوي؟ والله ناكله بلا ملح. ذاتا مثل ما قلت لك هو الضبع لحاله لحاله بيعرف مين القبضاي ومين الحريمة. مرة على طريق دارية. إيه. وهو يهرب مني يهرب مني مثل الأرنب. هو بيعرف حاله إنه ما نؤدي ما بيسترجي يقرب علي ها ما بيطلع له معي بنوب. مرة بهالزمنات كنت رايح على دومبر بالليل. إيه. شو إيه؟ شو عن على بالي يا قبضايا؟ عن على بالي صحن لحمة جمال. قلت يا نصري خذها مقطعة بهالبس. وقس أربع أطباق. الله أكبر. أربع أطباق من الجهات الأربعة. غطيت لك على أول واحد. يا مسكين يا ابن نجيب على الموتى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يلا لكان نروح نادي على المرحوم بالمادنة وابعث كم واحد يحفروا له القبر. خلينا نتروى يا شيخي لنشوف اذا بقيان شيء من جثة المرحوم. والله يا مختار عم بيقول مو صفيان منه شيء غير السك تبعه وطربوشه. مين اللي عم بيقول هيك؟ مين شاف القصة؟ شلون صارت؟ وين؟ والله ما بعرف يا مختار. انا اول ما دريت قلت لاجي خبرك. شغلة بتحط العقل بالكف. قال سبع ضباع اللي قاتلينه هو وحمارته والمصيبة الحمارة مو له لا أبو رضا. هلا مو المشكلة مشكلة الحمارة يا أبو دام. الله يرضى عليك بعد حدا يخبر أخوه فارس. لازم لازم رحمة الله عليك يا أبو نجيب. تعرف لو المختادري إنك أنت مطلع الإشاعة ليزعل منك كتير. لك يسكر عرضك وقت صوتك لا تقول لحدا أبو رضا. لك أنت ليش هيك طلعت الإشاعة مشان شو بتبطروا؟ لك والله مضطر بس كانت هيك مزحة مزحة. لا عم هلا شو بدي له المختار إذا بعد تسألني؟ والله أحسن شي وينك كف مغياب. أبو ياسين أيوه الله يستر عرضك دير بالك على الدكانة. مين ما سألك عني قول له ما بعرف وين راح. ليه؟ هي أبو رضا عندك قاعد هو. لك خلص أنت دير بالك. السلام عليكم. صدق الله بدي الوقت تسبب. هلا صار بدك تتسبب. هلي يا أبو رضا. المهم لقينا بيت مشلبن واستكريناه على طول. كثير منيح. وين البيت؟ هون بول الحرب. ايه شو عليك؟ يعني مبلش نحضر للعرس اخي؟ لك انو عرس هذا؟ انو عرس؟ لك مالك شايف الحاره قايمه قاعده مشان ابو نجيب؟ ولك الزلمه اكلت طباع بالغوطه ونحن بدنا نعمل عرس؟ هي مو وارده منوب لك؟ اوه علينا، هلا خلصنا من قصه ابو نجيب، اجينا لابو نجيب؟ لك يا اخي الاصول اصول شو بنا؟ يا حسرتي عليه، عاش حياته مرمطة بمرمطة، شح وراح دخلك، شو أخذ معه؟ ليش قليل كيف عاملها لأم نجيب؟ الله يرحمها، العمى شو تعترت معه؟ إيه ما شافت يوم حلو بعيشته، وحتى موتها قبل أوانه. إيه والله، تعرفي إنه أم نجيب صغيرة مالا كبيرة، أنا أكبر منها. لا. إيه والله، بس يا على قامتي، عاشت حياتها قهر بقهر. خلقت يتيمة. ولما كبرت شوي أخذوا أخواتها اثنين على أخذ عسكر وما عادوا رجعوا مشان هيك انجبرت على عيشة أبو نجيب وهو استوطحيطة. إيه الله يرحمون. إيه ستي ما قلتي لي شو صار معكم مع بيت أبو خيرو؟ والله الفار عم يلعب بعبي يا ديبي لأنه لما رجعنا من الحمام ما فتحت لي سيرة بنوب بنوب ولا كأنه حاكي أنا وياها بهالموضوع. لأنه المي عم تمشي من تحت رجليك يا أم وضح وإنتي مانك حاسة. يو شو قصدك يا ديبة؟ قصدي مرت أخوكي هالشرنة الله لا يوفقها
رايحه لعند ام خيره وحاكي عليكم شروي غروي، وحتى حاكي شغله والله العليم على هوا ماني سمعاني انها جايبه معدل سميحه خصنص. يا صبحيه؟ اي صبحيه، الله لا يوفقها. ايه بس على علمي ام خيره ما بتحبها، لك حتى على الحمام ما عزمتها. يقول واه الواه، طول عمرها حركه وفتنيه وبتدحش حالها دحش. وانتي مين قال لك هالحكي؟ سعاد بنت ام خيره حكيت بينها وبيني وترجتني وامنتني اني ما اجيب سيرتها. دخليك وما عرفتي شو عم يحكوا علينا؟ لا والله، لانه سعاد سمعت ام صفوان عم تحكي مع ام خيره وشوشي، بس سمعتها عم تذكر اسم سميحه، ومن ساعتها ام خيره تغيرت من وقتها. اها، معناتها الحكي اللي حكيته مو قليل بنوب، حتى غيرت ام خيره رايها بسميحه. شو رايك بكره بروح انا وياكي لعند ام خيره وبتحلفيها يمين بتساليها شو حكت ام صفوان عليكم، واذا سالتكم شو اللي دراكم ليلى ديبه شافت ام صفوان وهي طالعه من عندك، لانه خطي ما بدي اجيب سيره سعاد